صباح النور من جديد مشاهدينا. لاحظ باحثون أن تدليك الأطفال حديثي الولادة يمكن أن يمنحهم فوائد متعددة للجسم ولصحة الجلد والبشرة، مشيرين إلى أن تلك الفوائد تمتد معهم حتى مرحلة البلوغ. للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستقبل اختصاصية في طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتورة آلاء جبري التي تنضم إلينا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان. دكتورة آلاء صباح النور. صباح الخير، كيفك؟ بتمنى تكوني بخير اليوم. الحمد لله كلش تمام. يعني هل سعيد نهارك أسعد؟ يعني هالفقرة هيك رجعتنا لوقت الجدات اللي بتعرفي أنت منذ القدم كانوا دايما بيلجأوا لتدليك بشرة أحفادهم حديثي الولادة بزيت الزيتون، خاصة بعد هيك الحمام الساخن. لأي مدى هناك أهمية لتدليك الطفل حديث الولادة؟ أكيد تدليك الطفل كتير مهم وإله فوائد كتيرة، رح نحكي أهمها. أول إشي بأول علاقة بين البيبي والأم، فاللمس هي أول لغة بنتواصل فيها مع البيبي، فبعزز التفاعل بين البيبي وأمه، بحسس البيبي بالأمان والثقة وبحس بالحنان من أمه. كمان بيساعد البيبي على الاسترخاء والدخول بالنوم العميق عن طريق التأثير الإيجابي على هرمونات البيبي، مثلا إفراز هرمون الأوكسيتوسين، بالتالي بخفف البكاء والإجهاد وبخفف من ألام التسنين والمغص وبحسن عملية الهضم. إن الأشياء المهمة كمان إنه بيقوي مناعة البيبي، بيقوي عضلاته وبيزيد مرونتهم. وكمان الأشياء المهمة كتير إنه بيحسن وعي البيبي وإدراكه الجسدي، فهو نعم. بالآخر نوع من أنواع التحفيز الحسي. نعم، يعني أنت عم تتحدثي عن التدليك بكل أعضاء الجسم، وأنت بتعرفي أنه الجلد هو أكبر أعضاء الجسم. دائما هيك كنا نتخيل أنه التدليك له علاقة فقط بمنطقة البطن اللي هي المنطقة اللي بيتألم منها دائما يعني الجنين، دائما عنده مغص غازات. يعني أنت عم تقولي أنه لا، الجسم كله أفضل أنه ندلكه أكثر من منطقة واحدة فقط. مظبوط، الجلد كله كتير مهم، هو عضو كتير مهم، يعني بغطي زي ما حكيتي جزء كبير من الجسم، وهو أحد خطوط الدفاع الأولى ضد الجراثيم، فهو يعتبر حاجز بيمنع البكتيريا والمواد الكيميائية أنها تدخل جوا الجسم. كمان بيحافظ على درجة حرارة الجسم ورطوبته. نعم. من أهم الأشياء أنه فيه ملايين النهايات العصبية الحسية اللي لها علاقة بالإحساس بالألم والضغط كل هاي الأشياء بتساعد إنه على التفاعل مع البيئة الخارجية. نعم، وبالتالي يعزز المناعة كما تحدثتي لجسم الطفل. مظبوط، بيعزز المناعة عن طريق تخفيف التوتر والسترس، بيساعد البيبي على الاسترخاء وبقلل السترس مثلا اللي بصير عند الطفل بحالات الألم وحالات البكاء، فبقلل من إفراز هرمون الكورتيزول، وبالتالي هاي العملية كلها بتزيد من مناعة الطفل. نعم، طيب باحثين لاحظوا بأنه هناك تحسن بنمو الأطفال الخداج بعد تدليكهم بزيت عباد الشمس وزيت الخردل، كيف بتفسري لنا هذا الأمر؟ يعني هل الأمر هذا متعلق بنوع الزيت المستخدم مع الطفل؟ هلا هو عملوا دراسات كتير زي ما حكيتي على الأطفال المولودين ولادة مبكرة، ووجدوا أنه هاي البيبيات إذا صار عندهم تلامس أو تدليك لمدة 5 أيام متتالية، فهدول البيبيات بيزيد وزنهم 47% من أكثر من باقي الأطفال. على الأغلب هذا له علاقة أنه بنشط الدورة الدموية، بيزيد من وصول الأكسجين والعناصر الغذائية لخلايا الجسم، فبيزيد من وزن البيبي. وحتى على مستوى العقل والدماغ فهو بيساعد على إفراز مادة الميلانين اللي بتغلف الأعصاب وبالتالي التطور العقلي. نعم. هذا ما له علاقة بنوع الزيت يعني معين. نعم، يعني له علاقة بنفس التلامس الحسي والمساج نفسه. نعم، ولكن بالتأكيد يعني تنصحين بأنه يكون الزيت المستخدم هو زيت طبيعي عضوي مش الزيوت الصناعية الموجودة أكيد بالأسواق. أكيد نحن بنفضل، مظبوط، نحن بنفضل انه الزيت يكون طبيعي ما له ريحه اول شيء حتى ما يتحسس منه الطفل، كمان يكون قابل للاكل حتى في حال وصل جزء منه لتم البيبي بالغلط، كمان انه نتاكد ما بتحسس منه البيبي، نحط كميه قليله منه على بشره البيبي ونراقب رد الفعل. نعم، حتى عشان هيك لازم يكون عضوي وغير مكرر. نعم، طيب احدى دراسات ايضا بتشير الى انه تدليك الرضع بيؤدي الى تحسين الهضم وامتصاص العناصر الغذائيه. تحدثت أنا وأنت قبل قليل بسؤالي لك عن الغازات وإراحة الطفل من هذا الموضوع، ولكن ماذا بالنسبة لامتصاص العناصر الغذائية؟ ما علاقة ذلك؟
هلا بشكل عام التدليك بحفز عصب كتير مهم عندنا بنسميه العصب الحائر الفاجل نيرف، وهذا العصب عصب طويل بربط بين الدماغ والمعدة وبيساعد على حركة الأمعاء وبيحفز عملية الهضم العناصر الغذائية، فبصير الطفل يتخلص من الغازات والإمساك وبيخفف من المغص عنده. نعم طيب، لدينا هنا حتى يعني أنه بيخفف من الارتجاع المريئي. نعم نعم جميل جدا. لدينا هنا يعني هيك تعليقات من الكثير من الناس التي تتحدث عن طريقة صحيحة وطريقة خاطئة بالتدليك، وحتى ربما أنت استمعتي إلى ذلك من جدتك، اللي البعض منها بيقول مع عقارب الساعة عند منطقة البطن، البعض يقول أنه ضد عقارب الساعة. هل هناك طرق صحيحة للتدليك يجب أن يتبعها الوالدين؟ هلا في كم نقطة بحب انه ينتبهوا عليها الاهل، انه اول شيء نختار مكان هادي ودافئ، ونختار وقت انه يكون البيبي مش راضع مباشرة، انه نفصل بين الرضاعة والتدليك 45 دقيقة حتى لا يستفرغ البيبي. نحاول نستخدم باطن الايد مش اطراف الاصابع او الاظافر حتى ما نخدش البيبي او نزعجه. بنبلش جزء جزء بالهدوء والبطء، كل جزء نعطيه دقيقة على جهتين ظهر البيبي وبطنه، ونضلنا مهم كتير نراقب البيبي إذا كان مستمتع ومبسوط ونشوف تعبيره، إذا كان مزعوج أو عم بدير وجهه فلازم نوقف. بنفس الوقت يكون إنه عم نتواصل معه بصريا ونحكي معه طول هاي الفترة. نعم. من أهم الأشياء كمان إنه بأول أسابيع من عمر البيبي يكون الحركات خفيفة وناعمة وتكون دقائق قليلة، بعدين نصير نزيدها شوي شوي مع عمر البيبي. نعم. طيب ماذا بالنسبة للأطفال كثيرين البكاء؟ يعني هناك الكوليك بيبيز، واللي أنت بتعرفي إنه صعب كتير إنه الأم تقعدهم بمحل معين حتى لو كانت مهيئة كل الظروف. كيف ممكن إنها يعني تخلي التدليك يكون مفيد لإله وربما يتوقف عن البكاء؟ هلا أكيد، هلا إذا كان الطفل جاهز للتدليك وبفترة إنه مرتخي ومش مزعوج، المساج نفسه بيساعده إنه يسترخي، بيفرز عنده هرمون اللي بنسميه جود هرمون هو الأكسيتوسين، فبيساعده إنه يسترخي وبيقلل الاسترس والبكاء. نعم نعم. طيب أيضا تدليك الرضيع ممكن أنه يساعده على التخلص من الجلد الزائد اللي بيكون موجود لديه ببداية، يعني لما بيكون جنين صغير جدا ويعني ببداية عمره. لأي مدى هذه الطريقة طريقة التدليك أيضا مفيدة لمنطقة الوجه وحول العيون ومنطقة الرأس، لأنه منطقة حساسة بتكون جدا بالنسبة للطفل؟ طبعا في حركات معينه لازم تكون بنعومه وهدوء، بتساعد انه ترخي وتقوي عضلات حول العين وحول الفك وكلها، حتى بخفف من الام التسنين مثل ما حكينا. نعم نعم. اذا اشكرك جزيل الشكر الاختصاصيه في طب الاطفال وحديثي الولاده دكتوره الاء جبري. شكرا لك. كنت مع